هلا والله، شخباركم؟ الناس اللي يحبون السندوتشات مرة بتعجبهم هذه الحشوة. عندي الدجاج مسلوق ومفتت مع بهارات عدلة، مع بصل، مع ثوم. بحط معها بصل أخضر، بعدين بحط الصوصات. عندي هنا صوص الرانش، ممكن تستبدلونه بالزبادي، الزبادي اليوناني، صوص البافالو والبهارات. بكتفي بس بالبابريك المدخنة، هذا بتعطيها كذا نكهة مرة مميزة، وفلفل أسود. السلطة اللي تجي معاها الأساس فيها الملفوف، لكن أنا أحب أضيف عليها جزر، كزبرة، ملفوف أحمر، إيه يعني على كيفكم. تحطون الأشياء اللي تحبونها. بحط عليها شوي زيت زيتون وخل أحمر مع رشة فلفل أسود.